بوري سبورتك كده غني عالتعب قوه اللي اسم لحالك يا رب الباب باور اي سبورت اكيد غني عن التعريف هيبة الاسم لحاله زي الراديو لطيف دق الباب من اللي جاي بدون اسباب اكيد هذا تعزيز فاروق جايب له احمد واحد شاي خلوا شوي يكيفن قبل ما يدخل في التعريف فورت ولا امونجاس يبدا في التحقيق عنده اقوى قاعده جماهيريه بالتسويق بكل مكان في السوشيال ميديا تلاقي 6 بي This is so fire من كلان باور تحاذر ما تعرف شو صاير تشوف نفسك نوك اوت يا الفاشل This is so fire This is so fire This is so fire yeah. قروب امين سكواد المجانين دخل بطولة العالم اخذها طول عفايزين جا شنك اكس بونج بالعمال وبديل مع احترامي للكل افضل صانع هو الحين لكن اليوم مع الستريم سنايبرز الواحد يبغى يعيش اللي بتشوفون اليوم اعزائي سادة المتابعين كسرت عين لاي واحد عديم حياة طيب قولي وش يصير لو دخلت على البث وسويت انا خير كذا انت مستفيد اقول عمري صغير اوكي وبحاول اذبحها لاني خطير لا ابد ما انصحك انت كذا تشوف الكد ما بتلقى غير الجلد يا الفوز عنده سهل وجهك لا تعقد ما يسوى تنفذ ضد لانك بتشوف سرعه ايدك لو داخل بالجيم متخرب عليك بالاكس يا مفلت مواصل حتى لو تهكر باليوتيوب انسان ناجح بالمجال وبالاسلوب اوكي هذا الشيء اكيد ما يختلف فيه اثنين لو تدخل بث ال 50 سنت تلاقي 6 بي This is so fire من كلان باور تحاذر ما تعرف شو صاير تشوف نفسك نوك اوت يا الفاشل This is so fire This is so fire This is so fire